هذا رثاء للشيخ العلامة يحيى بن أحمد بن سليمان الكندي للشاعر ماجد بن ثاني الراشدي بصوت محمد بن ناصر الوهيبي. حوقل العلماء ماذا قد حصل، رجع الأفهام خطب ما نزل، وانبر الشعراء يرثون الذي فارق الأنفاس فازداد الوجل. حوقل العلماء ماذا قد حصل، رجع الأفهام خطب ما نزل، وانبر الشعراء يرثون الذي فارق الأنفاس فازداد الوجل. من ترى يرثون بين لي عسى، أسكب الدمعات أرثي من رحل. قال ركن الدين في نزوى هوى، عالم قاض غيور كالجبل. قال ركن الدين في نزوى هوى، عالم قاض غيور كالجبل. مات يحيى شيخنا ذاك الذي عاصر الأعلام والأشياخ بل. عاصر الهادي إمام قد ثوى، الخليلي الولي الممتثل. مات يحيى شيخنا ذاك الذي عاصر الأعلام والأشياخ بل. عاصر الهادي إمام قد ثوى، الخليلي الولي الممتثل. لم يفارق رغم بحر قد حوى، مورد التيسير للقطب البطل. لم يفارق رغم بحر قد حوى، مورد التيسير للقطب البطل. لم يفارق شرح نيل لا ولم يترك الميراث والطلاب سل. نجم نزوى غار والظلماء قاد، حلت الأرجاء وازداد الخلل. بعدها أيقنت ماذا قد جرى، قلت حسبي أمتطي تلك الجمل. بعدها أيقنت ماذا قد جرى، قلت حسبي أمتطي تلك الجمل. نكس الأعلام يا خير الملل، روزئ الإسلام بالخطب الجلل. بعدها أيقنت ماذا قد جرى، قلت حسبي أمتطي تلك الجمل. نكس الأعلام يا خير الملل، روزئ الإسلام بالخطب الجلل. روزئ الإسلام بالخطب الجلل.